بموضوعنا اليوم نحكي فيه على الترانسبور ومعاناة المواطن معاه. نجمش تعطينا شنو هي رايك وكان عشت سيتياسيون تاع الترانسبور في تونس؟ للاسف مالوريزمون معاناة التونسي هي الترانسبور في تونس. نحكي من تجربه خاصه. اليوم برك صباح نهار 31 جويلية استنى في المترو من 7 درجين جات 9 غير درجين. مالوريزمون لي معناها المترو يستحق انه نقصوا منه مش نزيدوا نطلعوا فيها عباد. العباد الكل تستنى باش تمشي عندها انجاجمونات خدمه رونديفوات اكثر من ذلك ما تلقاش المعلومه. مثال يقول لك والله راه زوز متروات راه مونبان ما نجموش خدموهم اليوم فهمت، ولا بالساعه من زمان باش يجيك مترو تبقى تستنى تقول اوكي هذا ما عبيت نستنى المترو الثاني. مالوريزمون يجي المترو الثاني اعظم المترو اللي قبله. الكار حدث ولا حرج للاسف. ان شاء الله ما نعرفش هنا مسؤولين وزاره النقل كذا يشوفوا حل جذري مش حل ترقيعي، لانه كل مره تسمع تتعطل شبكه المترو الخفيف على الخط كذا كذا لعده اصلاحات. اصلاحات جمع اثنين وبعد نفس السؤال المطروح مش اصلاح سكه ولا اصلاح كذا. الموضوع المطروح هو توفير النقل. توفير النقل هو حسب معناتها المعلومات الاخيره او المعطيات الاخيره يقولوا اللي فما فيلق جديد نتاع مترويت هبط صحيح موجوده ولا لا؟ حتى اللحظه انا واحد من الناس ما ريت المترويت القدم اللي حالتهم الحق معناها تسمع بيريمي مترو بيريمي اكس بيري ما عادش فيه سيي هز جدد الاسطول. راهو ما يسالش كان تجي تعمل تشد تقول انا أربع شهور مانيش ما تمش ترونسبور باهي هذي أربع شهور راني باش نسكر حاجة اسمها مترو ما عادش تستعمل مترو جملة أربع شهور وبعد الأربع شهور تحل حل حل جذري مش جي يسكر جمعتين السكة الفلانية ما يمشيش يمشي سكة واحدة ونفس الحكاية. يا أخي يعمل حل جذري قصها ستة شهور ما تمش مترو كان بالكار ولا عمل كوفواتيراج امشي ما نعرفش امشي على ساقيك ارجع هز ناقة وجمل ما نعرفش انا كيف هك ستة شهور يا أخي ومن بعد هات حل جذري. اما انك باش تبقى حلول ترقيعية رجع صلح الجهة الفلان او الخط المترو اثنين ما يمشيش او الخمسة ثلاثة هاو كذا ديجا مترو ثلاثة تروا اللي يمشي ابو خلدون قد قصة ذاك ما عادش يمشي على الاقل كان الخط ذاك كان على الاقل يخفف عليه فهمتني. مي سينو مالوريزمون صافي مالو كير فهمت للاسف. معناتها تويكا توا ديجا فما ترافو في السكة فما في الترافو في السكة في نيفو بوشوشة نورمالمون عنده تاو بريسك اكثر من جمعتين هذيا اللي خذيناها المعلومه من عند التوينسه. شنو رايك في الموضوع هذا؟ انا ماشي معك ولكن هذا اسكو بعد بوشوش مش تحل سي معناها مش يولي المترو ماشي جاي كذا منظم كل ربع ساعه يجيك مترو متفادي سي سالا كيستيون. صلح سكه كامله صلح من هنا المنوب اوكي ولا ما نعرفش صلح سكه كامله دوتوت واكثر من ذلك مش المشكل في سكه اوكي هذيك السكه اللوتا انفراستركتير بنيه تحتيه تهريت لازمها تتصلح. مي راهو المشكل مش في تصليح انفراستركتير هي انفراستركتير وجيب متروات راهو المتروات نتاع تروا وسانك هذاك سي راهو من 96 يحكوا عليه انا الحقيقه ما نعرفش بالضبط مي راهو عدى المده نتاعو وزادوا عملوا ضخ 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 صلح 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 حدد جبر هز الميكانيسيان راهو عرفت ما عادش فيه معناها نتاع انسان احفر له قبر وهز دفن وكا معناها سي ما عادش فيه معناها تقريبا يقول لك بجاه ربي اعتقني قالها ديجا انا تصور انت مترو كان ما يمشي كان ما يتسكروا البيبان تاو ثم باب برك يتحل ويتسكر ابارامو رغم اللي انا تاو المترو الحقيقه عندي برشا ما خديته تمبوريرمون. علاش خديته دارنييرمون ظروف خاصه مالوريزمون مي معناها تصور انت مترو باب برك يحل ويسكروا البيبان الكل محلول بون مستغلين العباد هاكا يتنفسوا شويه هواء كليماتيزي لا اكثر ولا اقل فهمت. وكيف اللي طقس الجيلي شو عملنا؟ نفس الحكايه كيك سوا ينفخ عليك ريح بارد ولا سخون ديما ابرك حال من الايطالي انت في وسط كابين وتبدا مدوش فهمتني الحق راهو صافي مالو كير والله.
معناتها تقول انت لازم تجديد الاسطول. ايفيكتيفمون، وتجديد الاسطول بحل جذري. تذكرتوا اللي قال بالله شوفوا تونس هذه خضروها دلاع وكل شيء، يا اخي يعمل عام هذا المترو هذا خذ تونس عام ما ثماش مترو، نعاودها 6 شهور ما ثماش، وصلح فرد مره وجيب اسطول جديد يخليك 10 سنين ما تقولش راسي. سي سا لا كيستيون. اكاهو شنو تحب توصل لهم مساج؟ مساج بجاه ربي يصلحوا المتروات، بجاه ربي يجيبوا متروات جدد، بجاه ربي يجيبوا متروات جدد. سهلة ياسر، سهلة ياسر، توكا مترو كات هذاك اللي يمشي، كوميم على الأقل، بون زاد الشعب التونسي ربي يهديه بعد جمعتين تلقى بالار مكسر وكذا، بون هذيك تدخل في تربية وخلاق نتاع صغار وكذا. هذيك تدخل في الوعي نتاع المواطن. وعي نتاع المواطن لا أكثر ولا أقل، خاطر شنو معناه يقوم الصباح يهزش كسر مترو، سي هذه حاجة لازمها هذاك موضوع آخر، مي كدولة والمسؤولين ولا وزارة يا أخي وفر متروات جدد سهلة برشا.